هلا فيكم بهذا الفيديو اللي حيكون قصير، وحاشرح فيه كيف انت وقت ترسل الكود تبعك اللي خصص لك يا فريقنا، وقت سجلت وسددت رسوم التسجيل اللي بتم تسديدها مثل ما خبرتكم مرة واحدة على طول برنامجنا المستمر اللي هو مستمر لسنوات عديدة. فبعد ما يتم تخصيص الكود الداعم لك، ويتم طبعا تأكد من تخصصك انك انت طبيب او صيدلاني او طبيب اسنان او ممرض، لانه برنامجنا موجه لمختصي الرعايه الصحيه. فوقت ترسل الكود حاورجيك شو راح يصير هلا. فانت بيطلع لك عده خيارات، من ضمنها طبعا الالغاز الدوائيه، وتضغط طبعا على خيار الالغاز الدوائي حيطلع لك هالمسج هي اللي فيها خيارين، اما انت انك تضغط على زر البازلز او على زر الكونتينيو. طبعا اذا بدك انت تتابع كل الالغاز الدوائيه من الغرز الاول من وقت ما بلشنا لحد تاريخ اللحظه هاي، فانت تضغط على زر البازلز. اذا انت حابب انك تتابع بس شو هي اخر الغاز ال 20 ل 40 لغز، فتضغط على زر الكونتينيو. حلو. ف وقت تضغط على زر البازلز مثل ما انكم شايفين هون، حيطلع لك هي الرساله. وبهالرساله هي كمان فيها خيارين، انك انت تراجع الغاز من 1 ل 300 ولا من 301 ل 600. فتضغط على زر ريفيو فروم 1 تو 300، فبيطلع لك كمان رساله ثانيه. هلا حتراجع انت حلول الغاز من 1 ل 100 ولا من 101 ل 200 ولا 201 ل 300. ف مثلا بتحب انت تراجع من 1 ل 100، علما انه المراجعه يعني مراجعه 100 لغز بتاخذ حوالي ساعه ونص. في اشخاص طبعا بياخذوا وقت اطول، في اشخاص بياخذوا وقت اقصر من هيك، بس تقريبا حوالي ساعه ونص، يعني كل 100 لغز حوالي ساعه ونص. فلحد الان ال 600 لغز بياخذوا حوالي ال 10 ساعات. طبعا هذا الفيديو يعني وقت انا شرحته كان بيحوي على هال 600 لغز، بينما مع الايام والاشهر والسنوات القادمه حيحوي الاف الالغاز الثانيه. مشان هيك نحن عملنا مثل تصنيف بحسب اعداد الالغاز، يعني كل 100 لغز سوا. تمام. فهيك انت بتقدر تعمل مراجعه، اما مثلا كل 100 لغز بالاسبوع او 100 لغز كل يومين او ثلاثه على حسب وقتك وحسب تفرغك. في اشخاص بحبوا هن يراجعوا 600 لغز بنفس اليوم، تمام، بيخصصوا 10 ساعات، في اشخاص لا بيخصصوا مثلا ساعه او ساعتين وبيتابعوا. فانت شو بتحب؟ انت شلون تفرغك؟ وخاصه انه في مختصين بيحبوا يعملوا مراجعه مكثفه جدا، فهي المراجعه فعلا مكثفه وفعلا بتاخذ وقت، وبنفس الوقت بتحس فيها بخبرات عديده العلاقه بالادويه القلبيه او الادويه الهضميه او الادويه التنفسيه او حتى التسممات الدوائيه او التداخلات الدوائيه. فمجموعة من الأسئلة اللي يمكن تتعرض لها أنت كطبيب بعيادتك أو بالمشفى أو الصيدلاني نفسه بقلب صيدلية المجتمع أو صيدلاني المشفى بالمشافي، أو حتى الممرضين كمان وأطباء الأسنان. فالمراجعة هي على مدى السنوات القادمة حتكون جدا كبيرة ومكثفة أكثر من هيك حتى، حسب خطتنا، لأنه تعليمنا مستمر Continuous Professional Development أو CBD، لأنه برنامجنا هيك أصلا، وليس هو عبارة عن كورس وبينتهي، لأنه نحن يعني مؤمنين بالتعليم المستمر، مؤمنين بفكرة المايكرو ليرنينج. فكل الأبحاث العلمية أكدت أهميتها من خلال متابعتي طبعا لأهم الأبحاث عالميا. فمثل ما لكم شايفين، مثلا وقت تضغط على زر ريفيو من 1 ل 100 حيطلع لك أول لغز، وقت تضغط على الأنسر بيطلع لك طبعا جواب اللغز بعد ما تقرأ. بعدين تعمل هون نيكست فيطلع لك اللغز اللي بعده، طبعا بتضغط على انسر لحتى تعرف جواب اللغز الثاني، بعدين بيطلع لك اللغز الثالث تضغط على نيكست وهكذا. فبتخلص انت مراجعه ال 100 لغز الاول او ال 100 لغز الثاني وبتستمر. فمثل ما قلت لك، اما انك تحط خطه انه كل يوم تعمل 100 لغز او كل يومين او ثلاثه تعمل 100 لغز او بالاسبوع تعمل 100 لغز او كل 15 يوم على حسب تفرغك ووقتك. المهم انك لازم تخلص الغاز هي خلال فتره معينه، وطبعا عليها طبعا نقاط، النقاط تنضاف لك. هلا مثلا نقول انت حابب تراجع لاورجيك انه من اللغز 301 ل 600. هلا وقت تضغط هون، تمام، مباشره حيطلع لك هالرساله هي، تمام، حتوصل لك رساله اوتوماتيكيه تلقائيه. فبتختار انت مثلا مراجعه الالغاز من 401 ل 500، لانك انت مثلا بالاسابيع الماضيه او بالايام الماضيه راجعت الالغاز الثانيه، فانت ما حابب تبلش من لغز واحد للغز 500 دغري، فانت حابب انك يعني تبدا 100 100 وتمشي فيهم. تمام. فلو ضغطنا على ريفيو من 401 ل 500 حيطلع لنا اللغز رقم 401. تمام. فوتضغط على الجواب حيطلع لك جواب اللغز.
تمام، مريض تناول دواء فدخل جسمه كما خرج فلم يستفد منه شيئا، وسبب انه كان يتناول دواء لانزوبرازول اللي منع تحوله لشكل فعال في الكبد، تمام. فكيف ذلك؟ طبعا بيطلع لك الحل مع التفسير العلمي، وحتى تكون دائما اب تو ديت معنا، اوكي. ف كان هذا الفيديو القصير حول كيف انت تتعامل مع حلول الغاز الكثيره، رح تكون طبعا هي فعلا كثيره، رح تكون الاف الالغاز مو بس 600 او 500، ولكن هلا احنا مع بدايه برنامجنا في حوالي 600، مع السنوات القادمه حيكون اكثر واكثر واكثر، خاصه انه يعني حتى بتجينا اسئله كل يوم مختلفه من اطباء وصيادله. ف الآلية مثل ما لك شايف انك وقت ترسل الكود فبيطلع لك انت كل السلسلة المكثفة. طبعا البازلز هي جزء من السلسلة المكثفة هي، لانه فيها ضمنها كمان اخر اخبار المنح العالمية لاكمال الماستر والدكتوراه، كمان فيها الفقرات الانتيبيوتيك اللي حابب يراجع الانتيبيوتيك، كمان في عندنا فقرة الدراج انتراكشنز، فقرة البراكتيكال ميديكيشن نوليدج او المعلومات الدوائيه العمليه، وفي عندنا كمان الفارم كويست، ففي عندنا مجموعه من الفقرات الثانيه غير فقره البازلز، تمام. الفقره البازلز هي هي جزء من البروجرام، بقيه البروجرام طبعا هو خارج الفيسبوك ضمن موقعنا، وطبعا اللينك هو www.farmind.net/farmindextra، تمام. طبعا وقت تزور هذا اللينك طبعا فيه شرح مفصل وفيديوهات بتوضح لك ميزات برنامجنا الثاني، بس هي الفقره اللي هي الثيرابيتيك بازلز على الفيسبوك ماسنجر هي جزء بسيط من البرنامج، مثل ما قلنا هو مستمر وفي الاف الاسئله حتكون. طبعا بعد ما يتم التسجيل حترسل انت ايميلك واسمك الكامل، لانه اي شهادات مشاركه بالمستقبل حتكون معنا، لازم يكون اسمك فيها صحيح، متاكد فعلا انك انت مختص رعايه صحيه، لانه من شروط التسجيل معنا انك تكون مختص رعايه صحيه، و بقيه الاختصاصات طبعا هي مو مقبوله ببرنامجنا، لانه احنا عندنا نوعيه وانتقائيه بتطوير خبرات الصيادله والاطباء والممرضين واطباء الاسنان بشكل رئيسي. ف الاسم مثل ما قلت والايميل، وبعد ما تسدد رسوم التسجيل اللي هي بيتم تسديدها مره واحده وبس، بعدين طبعا الفريق بيخصص لك الكود تبعك، تمام، وحنعرف نقاطك وحنعرف السكور تبعك والاداء تبعك على مر الاشهر والسنوات القادمه، لانه كل فترة بنرسل أسئلة جديدة وتقييمات جديدة ومعلومات جديدة، فبنعرف نحن مستواك الحالي وكيف عم يتغير هذا المستوى، تمام. كان هذا فيديو بسيط، والشرح يلي أنا عملته هون لحتى أوضح لك كيف تتفاعل مع هالأسئلة هاي أو مع هالتصنيفات هاي، لأنه وقت أنت تراجعهم بهالأسلوب هذا اللي هو كلمة لغز لحاله يعني حوالي ساعة ونص من وقتك، فهذا الشيء حيثبت الخبرات عندك اكثر واكثر من جهه. من جهه ثانيه انت وقت تعمل مراجعه بعد 6 اشهر او سنه ففيك ترجع كمان تبلش من لغز 1 ل 100 بعدين 101 ل 200 وتمشي فيهم يعني. فكل فتره فيك تعمل هالمراجعه هاي، كل فتره لازم تعمل مراجعه مشان تتثبت هالمعلومات عندك اكثر واكثر واكثر، تمام؟ فبتمنى تكون استفدت من هذا الفيديو، وان شاء الله بالفيديوهات التوضيحيه الثانيه حنحكي عن المزيد من هالميزات. ف thank you really for watching and stay tuned.